نصائح تصميم السقف. نعم، كيف دائما من الافضل يكون شكل بسيط وسامبل، نتفاداو الزواق والالوان لان التكلفه كتكون كبر، وكذلك كتخلي السقف يبان صغير. نشوفوا علو المكان قبل، واش ممكن يكون سقف معلق يعني فو بلافون ولا لا. نحاولوا نستعملوا جوان كرو ولا جوان ليد ولا جوان غيدو لانه كيضيف لنا جماليه وكيعطينا واحد الاضاءه مخفيه. ندوزوا لي انستالاسيون ديال لاكليم يعني المكيف الهوائي والاضاءه قبل باش نعرفوا العلو اللي غادي نستعملوه. من الاحسن نخليو اللون ديال السقف يكون ابيض، وكذلك نستعملوا نوعين من الاضاءه لا اكثر، وكتكون من الاحسن تكون طويله هكاك بحال هذوك لي طوال، خصوصا الا كان العلو قصير. اخر نقطه، الا بغينا نديروا النقش البلدي فمن الافضل نخليوه ابيض، ما نديروش داك اللون القهوي باش نبغيو نبينوا بانه خشب. الا ما كانش عندنا الميزانيه فنخليوه ابيض كيكون احسن.